أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن مصير المساعدات الأممية المقدمة لليمن. قال برنامج الأغذية العالمي في اليمن أنه على علم بالفيديو الذي تم تداوله مؤخرا على وسائل التواصل، والذي يظهر مواد إغاثية تحمل شعار برنامج الأغذية العالمي على خط المواجهة في صرواح بمحافظة مارب. أضاف البرنامج أنه لا يمكن له القبول بأي تحويل لمسار المساعدات الغذائية الذي لا يتماشى مع مهمته الرئيسية المتمثلة في الاستجابة اللازمة الإنسانية الطارئة في اليمن. يأتي هذا التعليق بعد تداول ناشطين لصور تظهر في كميات من المواد الغذائية التي يوزعها برنامج الأغذية العالمي في مواقع تتبع ميليشيا الحوثي. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: مصير المساعدات الأممية المقدمة لليمن والتي تستحوذ عليها الميليشيا، وموقف الحكومة الشرعية من وصول هذه المساعدات إلى جبهات تتبع ميليشيا الحوثي. نذهب مشاهدينا لمتابعة هذا التقرير، ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. المساعدات الأممية تتحول إلى وقود حرب للحوثيين في معظم جبهات القتال. هنا في هذه المواقع تتكدس بقايا المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة لمن يفترض أنهم المدنيون الأشد احتياجاً، كاشفة عن أكثر التجاوزات التي يمارسها الحوثيون وضوحاً، حيث يجري تحويل مساعدات كهذه لصالح المجهود الحربي للجماعة الإنقلابية. حرب موازية وأشد وقعاً تخوضها جماعة الحوثي الإنقلابية على اليمنيين، وهم شريحة واسعة ممن أفقرتهم الحرب، إذ تذهب المساعدات المخصصة لهم إلى مواقع القتال لتمنح الجماعة الإنقلابية فرصة لمضاعفة معاناتهم الاقتصادية والإنسانية والنفسية مع استمرار هذه الحرب دون أفق. استجابة لدعوة الأمم المتحدة، أعلن في التاسع من هذا الشهر عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد لم يكترث له الحوثيون، وواصلوا القتال مستغلين التزام القوات الحكومية بالقرار المعلن من جانب الرياض لتعود أجواء المعارك إلى طبيعتها وربما أكثر عنفاً، في ظل ما يتوفر للحوثيين من إمكانيات للحرب مصدرها الأمم المتحدة. أدركت الأمم المتحدة منذ وقت مبكر أنها أحد الممولين الرئيسيين لمعركة الحوثيين ضد القوات الحكومية وضد الملايين من الفقراء القابعين في مناطق سيطرة هذه الجماعة المسلحة، عندما كانت تقديراتها تشير إلى أن الجماعة تبيع هذه المساعدات لدعم مجهودها الحربي. لم يكن الأمر قد تكشف بهذه الصورة التي تظهر الحوثيين وهم يستخدمون المساعدات في تأمين الاحتياجات الغذائية المباشرة لمقاتليهم في الجبهات، وعلى نحو تحضر معه شعارات الأمم المتحدة بقوة في المواقع والمتارس بذخيرتها الغذائية التي تمنح الجماعة الإنقلابية فرصة كاملة لمواصلة حربها على اليمنيين دون هواد. برنامج الأغذية العالمي في اليمن، وفي أول تعليق على الفيديو الذي يجري تداوله على نطاق واسع، أوضح في بيان له أنه علم بالفيديو الذي يظهر مواد إغاثية تحمل شعار البرنامج على خط المواجهة في صرواح، مؤكداً عدم قبوله بأي تحويل لمسار المساعدات الغذائية الذي لا يتماشى مع مهمته الرئيسية المتمثلة في الاستجابة للأزمة الإنسانية الطارئة في اليمن. يأتي ذلك بعد 10 أيام فقط من تأكيدات صادرة عن البرنامج بأنه سيخفض إلى النصف المساعدة التي يقدمها للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ابتداء من منتصف هذا الشهر، بعدما خفض المانحون التمويل بسبب مخاوف مصدرها أن الحوثيين يعرقلون إيصال المساعدات لمستحقها. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا، كما أرحب بضيفي من مارب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. مرحبا بك معنا سيد عبد الحفيظ. إذن مساعدات أممية تتبع برنامج الأغذية العالمي في جبهات الحوثيين، كيف تقرأ ذلك؟ نعم أختي الكريمة، البرنامج الغذاء العالمي الذي قال بأنه على عد الفيديو هو أيضا لديه علم بما حدث أيضا في مناطق الحديدة عندما استهدفت الميليشيات مخازنه في الحديدة، والصليب الأحمر ومنظمات الغذاء العالمي كانت على علم بنهب مساعدات مهولة ذهبت
باتجاه الميليشيات جنوب مدينة الحديدة، وبالذات الأغذية التي توجهت إلى المناطق المحاصرة في مركز مديرية الدريني ونهبتها الميليشيات. على علم البرنامج الغذائي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن 45 سيارة رباعية الدفع منحتها الأمم المتحدة للميليشيات، ما قالت بأنه لنزع الألغام، بينما ذهبت الميليشيات وأخذت هذه السيارات واستعرضت بها علنا في فيديوهات نشرتها وسائل إعلام الميليشيات في شوارع مدينة الحديدة. على علم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما يحدث للمساعدات والإغاثات الإنسانية، وعلى علم أيضا بالطرق الإغاثة التي قطعتها من ميناء الحديدة باتجاه المناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وعلى علم بالتلاعب التي يقوم به عقال الحرات في مناطق سيطرة الميليشيات بالتنسيق مع مشرفي ميليشيات الحوثي وإلى أين تذهب، وعلى علم بالكشوفات الوهمية التي ترفعها ميليشيات الحوثي وتدفع بها إلى هذه المنظمات التي يشرف معظمها عناصر ميليشيات الحوثي. إذن لماذا تصرح هذه المنظمة وتقول بأن هذه المساعدات تمر في مناطق أو في منحى ليس المراد لها أن تكون فيه، وهي أصلا لها علم كما ذكرت بكل الحوادث التي ذكرتها؟ نعم أختي الكريمة، طبعا لذر الرمادي على العيون، هذه أصبحت للأسف الشديد يعني مسار الإغاثة في اليمن أصبح يعني مساحة لعمليات النهب والفيض من بعض هذه المنظمات بالتنسيق مع هذه الميليشيات التي تشرف على الكثير من هذه الفرق الميدانية، وبالتنسيق مع هذه المنظمات أصبحت الصورة تفضح هذه الأعمال وهذا التحول في مسار الإغاثة في اليمن التي سيطرت عليه الميليشيات، بالذات في مناطق سيطرتها إذ يحرم المئات الآلاف من المستحقين مستحقي هذه المساعدات وتتوجه إلى الجبهات وإلى عناصرها، بل تستخدم هذه المساعدات لابتزاز الأسر الفقيرة لتدفع بأبنائها مقابل أسياس الرز وقطم السكر وغيرها من المواد الإغاثية لهذه الأسر مقابل أن تسلم أبنائها حطبا لوقوع حرب أشعلتها هذه الميليشيات. وبالتالي في اعتقادي بأن التصريح الأخير ناتج عن فضيحة أصبحت مكشوفة لدى كل الجهات، وأن الغذاء العالمي أصبح مواجها بكثير من الفيديوهات، وأصبح حتى عبر وسائل الإعلام ميليشيات الحوثي التي تكشف عن المخالفات المهولة فيما يتعلق بمسار الإغاثة في اليمن. إذن برأيك أين يكمن الخلل ومن يتحمل مسؤولية وصول هذه المساعدات إلى جبهات الحوثيين؟ الخلل يكمن في الجهاز الأمم المتحدة ذاته الذي يتفرج على الكثير من الخروقات فيما يتعلق بالقتل والقصف وزرع الألغام وإيقاف الرواتب ونهب حقوق المواطن، وبالتالي ناهيك عن هذه الأموال العامة التي تأتي عبر الأمم المتحدة أو عبر الدول الداعمة أو عبر المنظمات الإغاثية والإنسانية التي أصبحت سهلة بالنسبة لهذه الميليشيات وحولتها إلى وقود لهذه الحرب. الأمم المتحدة تتحمل هذه المسؤولية التي للأسف الشديد سلمتها لمشرفي ولإدارات تتبع ميليشيات الحوثي، ولا تتبع حتى هذه اللحظة إدارات مهنية ومستقلة فيما يتعلق بإدارة العمل الإغاثي في اليمن. نعم، نتحدث عن دور الحكومة الشرعية وموقفها مما يحدث، لربما هناك تماهي وتعاون كما فهمت من كلامك ما بين الميليشيا والمنظمات الأممية، أين موقف الحكومة الشرعية ولماذا لا يكون لها موقف قوي ضاغط على المنظمات الأممية لوقف هذا العبث؟ الموقف الحكومي للأسف الشديد في الحكومة الشرعية موقف المتفرج إزاء ما يحدث من هذه القضايا، وتكتفي بتغريدات بعض المسؤولين أو مقالات صحفية، وهذا الأمر لا يرتقي صراحة إلى أو حتى بيانات، وهذا الأمر لا يرتقي إلى مستوى الفاعلية في الأداء الحكومي في الحكومة الشرعية فيما يتعلق بالتعامل والتعاطي مع الأمم المتحدة، ليس في الجانب الإغاثي فقط بل في مختلف فيما يتعلق بالانتهاكات والعمليات القصف والتدمير والنهب الذي يحدث في مناطق سيطرة الميليشيات. للأسف الشديد هناك يعني سياسة الفرجة وسياسة والسبب في ذلك طبعا تقاطع المصالح داخل الحكومة الشرعية والاتجاهات والتوجهات فيما يتعلق بالأداء الحكومي الباهت فيما يتعلق بانتهاكات الميليشيات في مواقع سيطرة الميليشيات، وهناك أداء حقوقي وأداء أيضا
بالتعاطي مع الأمم المتحدة باهت وضعيف ورخو فيما يتعلق بالحكومة الشرعية، وبالذات فيما يتعلق بقضايا الانتهاكات وقضايا نهب المساعدات والإغاثة الإنسانية التي تتم داخل مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية. نعم سيد عبد الحفيظ، هناك معلومات عن تواجد 70% من المساعدات في المخازن في الحديدة، هل بالإمكان أن تعطينا معلومات بالأرقام وأين تتواجد هذه المخازن؟ الكريمة، طبعا معروف بأن برنامج الغذاء العالمي سبق وأن تحدث عن عملية استهداف لمخازن الغذاء العالمي ودمر تدميرا نهائيا وأحرقت بعدما أتلفت هذه المواد الغذائية التي كانت تكفي قرابة 200 ألف أسرة بحسب أرقام البرنامج الغذاء العالمي حينها، وبالتالي لم تتحرك لا الأمم المتحدة ولا برنامج الغذاء العالمي الذي اكتفى بتغريده وببيان باهت فيما يتعلق بقضية الاستهداف الجوانب الإغاثية، إضافة إلى المنظمات الإغاثية الأخرى التي للأسف الشديد تتعاطى معها الميليشيات بعد أن تمكنت من السيطرة على الفرق الميدانية لها وتقوم بالتلاعب بالتنسيق مع بعض العقال وبعض الجهات المحلية التابعة لها وحول وتصريفها للأسف الشديد لعناصرها ولمن يقف معها ولمن يجند أبنائه معها، وبالتالي للأسف الشديد يتم هذا التلاعب وسط مرأى ومسمع الأمم المتحدة ورغم كل التقارير الصحفية والتقارير الحقوقية إلا أن الأمم المتحدة للأسف الشديد تكتفي بالفرجة وتكتفي بالمواقف الباهتة، واعتقادي أن ما التصريحات الأخيرة ببرنامج الغذاء العالمي هو ليس إلا فقط لمجرد الاعتراف بما يحدث في داخل مناطق سيطرة الميليشيات من انتهاكات فيما يتعلق بالجوانب الإغاثية. نعم تفضل بالبقاء معي سيد عبد الحفيظ. أرحب بضيفي من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ، مرحبا بك معنا سيد نبيل. إذن ما الذي يمكن للحكومة عمله إزاء وصول هذه المساعدات الأممية لجبهات الحوثيين في مثل هذه الحالة؟ بداية أسعد الله مساك ومساء السادة المشاهدين. في الواقع نحن منذ أكثر من يعني عامين أو ثلاثة أعوام ونحن نضع أمام هذه المنظمات الدولية في لقاءاتنا الدولية في جنيف نضع أمامهم تقارير بالوثائق والصور أحيانا بالفيديوهات التي تبين أين تذهب هذه المساعدات، ولطالما تحدثنا مرارا وتكرارا ما يحدث من التساؤل والتلاعب والعبث في هذا الموضوع، وبالتالي الآن نقول هل يعني ستكتفي هذه المنظمات الدولية فقط أن تقوم بأخذ مبالغ طائلة جدا من المساعدات التي تقدم لليمن ثم تذهب لتقدم هذه المساعدات سواء وصلت أم لم تصل وكأن الأمر لا يعنيها. الإشكالية الثانية أن تظهر أيضا هذه المساعدات داخل المواقع العسكرية هي أيضا فضيحة أخرى لهذه برامج المساعدات الغذائية وبرنامج الغذاء العالمي. وفي الأخير نحن نقول أننا لن نقبل بأسلوب أننا كلما قدمنا عددا من هذه التلاعبات وهذا العبث أن يكون ردة الفعل من قبل برنامج الغذاء العالمي بأنه يعلن أنه سيخفض تقديم المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات. هذه الحلول ليست هي ما نطلبه. إذن سيد نبيل أنت تتفق مع السيد عبد الحفيظ بأن منظمة الغذاء العالمي على علم بهذه الانتهاكات وهي تعلم أن هذه المساعدات لا تصل إلى المحتاجين ولا تصل إلى الوجهة المراد لها أن تصل إليها، بالتالي ما هي الخيارات المتاحة أمامكم الآن للتصرف لوقف حد لهذا العبث؟ أول هذه الخيارات المطالبة المستمرة التي قلناها أكثر من مرة أن تكون المكاتب الرئيسية للمنظمات الدولية سواء كانت إنسانية أو حقوقية أن تتواجد أولا في العاصمة المؤقتة عدن بحيث نستطيع أن نحقق معها استراتيجية عمل مشتركة ما بينها والحكومة الشرعية بحيث نستطيع أن نتحرك معا
مع اللجنة العليا للإغاثة وغيرها من البرامج لوضع استراتيجية مشتركة للحركة وللإيصال. اثنين، لابد من وضع خطة عمل عبر المجالس المحلية في المناطق المتاحة والمنظمات المحلية التي نثق في قدراتها وإمكانياتها لإيصال هذه المساعدات بشكل أو بآخر. بمعنى أولاً لابد أن نعترف بما يحدث من أخطاء، لابد من إقرار الإشكاليات ومعرفة أين تكمن نقاط الضعف في هذه العملية ونقاط التلاعب التي تحدث. ثالثاً وضع استراتيجية لتلافي كل هذه الإشكاليات. هل هناك استجابة؟ هل لمستم استجابة من قبل هذه المنظمات؟ وإلى أين وصلتم في هذا الإطار؟ في الفترات الماضية دائما ما تتعامل المنظمات الدولية بأسلوب المماطلة أحيانا وإبداء الرغبة في التفاعل، لكنها على الأرض تكون يعني ليست مجسدة بالشكل المطلوب. لذلك تستمر هذه المطالبات، وأعتقد أننا اليوم أكثر من ذي قبل نقول إن لم يكن هناك حلول ناجعة فمن العبث الاستمرار في التعامل مع هذه المنظمات. نعم سيد نبيل، هناك بعض التهديدات من قبل بعض المنظمات بإيقاف المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين. إذا ما فعلا تم تنفيذ هذه التهديدات، ما دور الحكومة تجاه المواطنين في هذه المناطق؟ في اعتقادي أولا إذا كانت هذه التهديدات جادة تمام، فيفترض أن كافة المبالغ التي سلمت لهذه المنظمات يجب أن تذهب إلى الجهات الحكومية المتمثلة باللجنة العليا للإغاثة، وبالتالي على اللجنة العليا للإغاثة ساعتها أن تبحث عن طرق لإيصال هذه المساعدات، وخصوصا أنها في الفترات الماضية كانت قد أوجدت 22 ممرا بريا لإيصال المساعدات عبر مناطق معينة، وبالتالي بالتأكيد سيكون هناك حلول بشكل أو بآخر لإيصال المساعدات. إنما أن تقدم لنا تهديدات في ظل أن تبقى هذه الأموال مع هذه المنظمات فهذا عبث آخر يضيف لمأساة ما يتم حاليا. إذن هناك اتهامات من جانبكم لهذه المنظمات ولا يوجد استجابة كما فهمت من حديثك، لماذا لا يوجد رد فعل ضاغط من قبل الحكومة أو حتى تقديم شكوى بهذه المنظمات للجهات المعنية بإيقاف عملها داخل مناطق سيطرة الميليشيا؟ بالتأكيد هناك سيدتي أكثر من شكوى وهناك أكثر من تقرير قدمت إلى مجلس حقوق الإنسان، هناك أيضا مراسلات مع مجلس الأمن. لماذا لم يتم التعامل مع هذه الشكوى بجدية برأيك؟ نحن نؤكد أننا يعني في الفترة القادمة ربما نقوم بعملية تصعيد لهذا الأمر في إطار اجتماعات الحكومة الفترة القادمة، وزارة التخطيط مع وزارة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية، بالتأكيد سيكون لهم خطة للتعامل مع هذه المنظمات ومواجهتها. نعم تفضل بالبقاء معي سيد نبيل. أعود إليك سيد عبد الحفيظ، كنت قد ذكرت أن هناك تتواجد مخازن لمنظمة الغذاء العالمي في الحديدة بنسبة كبيرة كما فهمت من حديثك، وأيضا كنت أشرت إلى بعض الأماكن. هل هناك خطورة عسكرية على تواجد هذه المخازن داخل مدينة الحديدة، ولماذا لا يتم نقلها إلى مناطق سيطرة الشرعية؟ اعتقادي طبعا تم الحديث مع اللجنة المشتركة حول هذه القضية، حول قضيتين، قضية فيما يتعلق بتأمين خطوط الإغاثة القادمة عبر ميناء الحديدة باتجاه مناطق سيطرة الميليشيات، وهذه ما طلبت فيه الميليشيات بل رفضت تأمين الطرق ونزع الألغام والكشف عن
خارطة الألغام التي زرعتها الميليشيات في هذه الطرقات. والأمر الثاني فيما يتعلق بنقل في المخزون أو تأمين المخزون الغذائي في بطاحن البحر الأحمر ونقل المخازن الغذاء العالمي في مدينة الحديدة إلى مناطق أكثر أمنا، لكن الميليشيات تستخدم هذه المنشآت دروعا بشرية، دروعا لأجل الحفاظ على بعض نقاطها الأمنية والعسكرية من استهداف قوات التحالف أو قوات المشتركة. وبالتالي على علم الأمم المتحدة والمكتب الغذاء العالمي بذلك، وأصابت الميليشيات ومضت في هذا الطريق، بل كانت أحيانا تقصف هذه المواقع وهذه المنشآت الاقتصادية التي لها علاقة برغيف الخبز بالحياة اليومية للمواطن العادي. وللأسف الشديد لم يتم الحديث، بل استهدفت حتى اللجنة الأممية التي نزلت المكلفة أممية من قبل المكتب الغذاء العالمي إلى مطاحن البحر الأحمر، واستهدفت المنطقة أثناء هذه الزيارة، بل منعت الفريق من التوجه إلى مطاحن البحر الأحمر للاطلاع على الكارثة الغذائية التي تسببت فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية، ورفضت أيضا نقل مخازن الغذاء العالمي، بل تسوت الحبوب في مخازن مكتب الغذاء العالمي، والميليشيات ترفض توزيع أو طحن هذه المواد وتسليمها ونقلها إلى الجهات المستحقة من الأسر الفقيرة والجياع في محافظة الحديدة وفي مختلف مناطق المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات. نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، كنت معنا من مارب. أعود إليك سيد نبيل، لو تحدثنا عن دور التحالف وأيضا المبعوث الأممي في إيقاف هذا العبث، الحد من تمادي الميليشيا وأيضا تماهي المنظمات الأممية معها. حقيقة دائما ما يطرح مكتب المبعوث مارتن جريفيث، دائما ما يطرحون أن اهتماماتهم تنصب بشكل أساسي على الجوانب السياسية وخص الشأن السياسي، وبالتالي يرمون بمثل هذه الأمور على منسقية الشؤون الإنسانية التي يفترض أنها على ارتباط كامل بمكتب المبعوث، على أساس أن مكتب المبعوث حاليا يعتبر هو تنسيقي أيضا لهيئات الأمم المتحدة. لكن دائما ما نجد هذه الإجابة أن الاهتمام الأساسي هو بالشأن السياسي. وأيضا وبالنسبة للتحالف ما هو دوره في هذا الملف؟ التحالف دائما ما يتحدث عن دوره في إطار مركز الملك سلمان، الهلال الأحمر الكويتي والإماراتي وغيرها من المنظمات الإغاثية، وأن هذا الدور هم يتحدثون عن دورهم هم في هذا الاتجاه. إنما فيما يخص الأمم المتحدة فهم يعلنون دائما أنهم يقدمون مبالغ ضخمة للأمم المتحدة في إطار لقاء ما يسمى باجتماعات الأصدقاء، لكن حقيقة يعني يجب أن نكون صادقين جدا ونقول أن كثير من هذه الأموال لا توجد على لا ترى لها واقعا تأثيرا حقيقيا على الأرض. نعم، هناك اتهامات توجه للحكومة بأنها لا تعطي هذا الملف الإغاثي الجانب الذي يستحقه من الاهتمام والمتابعة. يا سيدتي، هناك لجنة عليا للإغاثة يشرف عليها وزير الشؤون المحلية ووزيرة الشؤون الاجتماعية، وكل المجالس المحلية في المحافظات على اتصال بهذا الأمر، وهي على أتم الاستعداد. ولطالما الأستاذ عبد الرقيب فتح أنه يطالب هذه المنظمات بضرورة التنسيق ووضع استراتيجية عمل مشتركة، لكن في الأخير هناك شكوى من أن اللجنة العليا للإغاثة دائما تشتكي من ضعف هذه التنسيقات وهذه الأعمال. بالتالي الحكومة لديها الاستعداد للتعامل والتحرك بشكل أكبر وإيصال هذه المساعدات للمستحقين. نعم، نكتفي بهذا القدر. نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة، كما أشكر ضيفي الصحفي عبد الحفيظ الحطامي من مارب. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، تحياتي وتحيات معيد هذه الحلقة عبد الرقيب الأبارة، كما هي لكم من الزملاء في الكنترول. إلى اللقاء.